السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. احنا بنق أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في سوق ولاد مرحب سيدي حجاج اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، تعمر خميس هاد السوق ولاد مرحب سيدي حجاج تعمر الخميس، كي تشوفوا معنا الخيرات نوريو الجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى في المملكة المغربية. مبلغ اهلا وسهلا بكم جميعا، عيالات رجال بنات ولاد صغير كبير، ومن شاف قناة زيتون مرجان اول خطرة يشارك معنا في قناة زيتون مرجان وخلي لنا شي جيم وكوميتر. كي تشوفوا معنا احبابنا في مكانه الرمان ابو الزيتوني، شنو الرمان تبارك الله شي حاجه سير مازال لا لا انا ما تناكلش اليوم، لا ما تناكلش اليوم، لا ما تناكلش اليوم. تبارك الله كي تشوفوا معنا هاد الخيرات في ولاد مرحب سيدي حجاج. بشحال بعتي هاد الرمانه؟ 160 ابو الزيتوني، 8 دراهم 160 ريال. تبارك الله هاد الفاكهه تاعت هاد الرمان زينه، منين هاد الخيره تاعت هاد الرمان؟ فين؟ بركان. تبارك الله، عندنا واحد الصديق عندنا من البراكنه، تحياتي كل بركانيين او الوجديين او المشاهدين قناه زيتون مرجان في مكانه في المملكه المغربيه. هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا في ولاد مرحب سيدي حجاج. واه خاوت لفوق السيمانه خويا ماشي زيد شحال عندك وجهت انا من دار حلو زين ما فيش رطب زوين ما فيش رطب ما فيش ما فيش شويه حتى تكتي منه لا ما فيش نفسي تحتيت ولد مراحل فاكهة تبارك الله نوريوها الجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى وأي مشاهد قناة زيتون مرجان، عيالات ورجالة بنات ولاد أهلا بكم جميعا. تبارك الله هذا الرمان تيعجبني انايا وكلشي الحباب يعجبهم، نتمنوا يكون اي واحد هذا الرمان يكون احسن. تبارك الله تبارك الله تجيبوا احبابنا اي حاجه بانت لينا جديده تنبغي نوريوها لحبابنا في المكان. عارفين الناس عندهم الجرادي تاع الخيرات وعندهم الجميع وكاين الحباب تاعنا اللي خاصهم بحال الجاليه المغربيه باش يقولوا لي راه كاين الرمان في المملكه المغربيه ولا تبارك الله ولا هنايا خرج او دخل او كيفاش تلقوا يقول اي واحد. هاد الخيرات تاعت هاد الرمان احنا ماكله فيه خاصه، الرمان خاص بواحد شي دواء فيه خاص فيه. ما قلتيش ليا سير دكتور راشد، انا احمد راشد باقي الله كنعزل لي اخويا.
قلت رجعت 8 دراهم ما غتنقصوش منها. وين نولهو الناس؟ ما غتنقصوش؟ الناس راه كتبيع ليك الله. ها؟ واش عندك كيبيعو فيهم بوزيتو 13 في المدينة؟ في المدينة؟ كنتعاونو مع الدراهم. أنت تبغي تبيع ماشي تبغي تعاون. كنجيبو شوية من الفاجا وبيع. ها هذا هو اللار ديالك. عرفت 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 عندك حاجه زوينه وتجيب لي اذا خرجت او دخلت السواق تجيبها. تبارك الله هاد الخيرات راه في ولاد مراح بسيدي حجاج. ياك هذا الراجل قال لنا الجودة تاع الرمان. أنا راه تيعجبني الرمان بزاف، تيعجبني بزاف. واش على الميكا أحمد؟ غندير مع هذا خويا كيلو 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 من شي هذا. تبارك الله كي تشوفوا معنا هاد النوع تاع الرمان كراك مبركان، واش عرفو مبركان ماشي تاع السراغنا وصافي. ها؟ واش بقي بن صالح؟ تاجي باقا. تبارك الله انا تيعجبني وانتوما خذوا الراي تاعكم. واش الرمان زوين ياك؟ الله يرحم ليها وكنتي فاطر اليوم دوبل. ان شاء الله السيمانة الجاية إن شاء الله. كما تشوفوا الحباب تاعنا هاد الخيرات تعجبنا تاعت هاد الرمان وعند هاد الصديق تاعنا وديما تنصوروا عندو الخضر وفعلا غنصوروا إن شاء الله حتى الخضر وحده وهاد الفاكهة جديدة إن شاء الله غادي تحدا الحباب تاعنا نوريوها ليهم. هنا يا كوكو ها هاد العنب شحال هنا؟ شوف كيلو ونص راه قلت لي ما ديش لي كاتو ولا كاكا ياسر. انا اللي قلت لك اخويا هاك الله يسلمك. حداك تما خط حبه اخرى من هذا ولا لا؟ انا غنزيد لكم صافي تسير الخيمه. تبارك الله كي تشوفوا معنا نحيوا احبابنا فين ما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه الزيتون المرجان. احبابتونا فين ما كانوا عيالات رجال بنات اولاد. نحيوا هذاك السي احمد اللي من تطوان وعطانا الفلوس وعطانا السكن في مارتين الدار تاعتو خاصه بيه. وهاكا وهايا وهاكا روزا عطانا في مارتين قال لي خلي ولادك يلعبوا صغار. شكرا له وجزا الله بالخير وقول العائله تاعتو نتمنوا ليه الشفاء والدواء يا ربي في الصحة تاعتو. طلبوا الله يعافيه يا ربي. وحنا والمسلمين كافة اجمعين واللي سمعنا من المشاهدين قناة الزيتون المرجان يقول امين. هذاك الرجل الطيب اللي في تطوان وعطانا السكن في مارتين شكرا لله. رجل عزيز علينا وفعلا مشينا باش شلناه كان صديق القناة وصديق تاعنا ومشينا باش نشوفوه كان عيان وفعلا تصلى فينا بالسكن وباللحم والكفته والدجاج جاب لنا شكرا له. والسكن الله اللي تيخلصو انا ما تنخلصوش انا تيخلصو الله عز وجل بالخيرات والدواء والشفاء ليه والعائله تاعته كامله يا ربي. هذاك الرجل الطيب اللي في تطوان سي احمد احسن عندي الان الرجل المخير يا ربي. شوف فيه بالخيرات والرزق والشفاء والدواء.
والرزق عندهم تمنوا لي الشفاء يا ربي والخير. هو والعائلة تاعتو كاملة. ولدي رفق الخير كيفاش تنساه؟ هذا الراجل ما نساوش الخير اللي دار فينا الله اللي خلصه.